ما حكم غسل الأموات؟ هل هو سنة أو واجب؟ حيث تكلم بعض الكتاب في الصحف أنه سنة، وأن الأولى عدم غسل الميت للمصلحة العامة، لأنه بغسله يلوث البيئة. هذا كلام باطل. غسل الميت لا بد منه، فرض كفاية، لا بد من تغسيل الميت، إلا الشهيد في المعركة في سبيل الله هذا لا يغسل، تبقى عليه دماؤه، ويأتي يوم القيامة وعليه الدماء تشهد له عند الله سبحانه وتعالى. أما غير شهيد المعركة فإنه يجب تغسيله. وإذا كان فيه مرض معدي ويخشى أنه يصيب اللي غسلونه ولا يمكن تغسيله لأن فيه مرض معدي، فهذا ييمم بالتراب، ييمم بالتراب، يمسح على يعني يضرب بالتراب بكفيه ثم يمسح على وجه الميت وكفيه، ويكفي عن التغسيل. نعم.